اللي روح بيبكي ويتحسس ويتأثر مع اللي غير يشوف الضمة. ليديا مرحبا بك في جو بلوس، راكي واجده؟ حبينا نهبلوك شويه قبل الفطور. نبداو؟ نبداو. انيفا واش راكي مع رمضان؟ غلبك ولا غلبتيه؟ ها ودي يقول لكم اللي غالبني بزاف، بزاف غالبني. انا بشوشه نورمال، صح؟ انا عيانه عيني. صح، عقدش ترقد ليديا في رمضان؟ نرقد نسحر ونرقد تما جويات الخمسة هكذاك، ستة ديف واحدة ستة وي. وصبح عقدش كي تنوضي وقيلة من قول لقول؟ سا ديبون، وإلا نكون خدامة، بس كنخدمو في رمضان، إلا نكون خدامة نوض صباح، وإلا خدمنا من الفطور نرقد توت لا جورني، ومن بعد نوض نعاونهم شوية في الكويزين، ومن بعد نروح نتورني. نقولوا ليديا راهي في المارشي، واش راح تشري؟ هذاك الفيسال، الخبز الصغير هذاك نموت عليه، نشري بزاف ويغلبني دائما يغلبني. والزيتون توسكي هذوك المرقد هذوك هما اللي يقتلوني. والكوزينه تعاوني ولا ما تعاونيش فيها؟ نعاون اوبليج عليا نعاون، باسكو جام لا كوزين ونحب ناكل ماكلتي اونكو. واش هما ثلاث حاجات ما تستغناش عليهم ليديا في رمضان؟ الشوربه، نموت على الشوربه. وين راه نقولهم نموت على الشوربه؟ الشوربه. لا لا غلط، هاد ثلاثة بون ليسونسييل، الشوربة البوراك و ان بيتيت سالاد والحم الحلو. هذا راك ديجا غالبني دوكا سيتي. بصح حسني ما قلتيلناش كي تعاوني في الكوزينه واش ديري؟ توسكي لي كيش لي تورت زعما هكايا الخلطات هذوك اللي يجوا مر الشوربه. ويا درا كي ذوقوا واش يقولوا؟ يقولوا لي بنينه ما عندهم، يقولوا خص يزيدوا كريتيك. واكلتي ملي بدا رمضان كاش ديكه درتيها في الكوزينه؟ ما نديرش ديكات بزاف. زعما جامي حرقتي الماكله؟ نو ما نحرقش. بالك نملح بزاف، بعد نعشي نقطع في البطاطا ونرميها باش توصل الملح. سينو هذا ما كان. صحة، انتي من النوع اللي غير تكمل الفطور تغسل الماعن ولا تخليهم بعقلها وتغسلهم؟ انا ماذا بيا اللي كيدي كلش باش اريح، ما نقدرش نقعد نشوف فيهم هكذايا قدامي يجيني وني. رانا لحقنا للمغرب باش تكسري صيامك. التمر واللبن، جادور لا كومبينيزون تاع التمر واللبن، دي فوا نشبع غير من التمر واللبن. لازم نحبس روحي، لازم شغل يجيني هذاك الكونترول، باسكو كان ما نحبش روحي هي واحد الخمسة هكا ستة وربع دهام. والسحور باش تحبي تسحري؟ واش كاين؟ واش كاين؟ جي با سوسي انا في السحور، ما نحب السكري بلوس. سكري ليديا ما قلتيناش وين راح نشوفوك في هذا رمضان؟ راكم تشوفوا فيا ديجا في عيلة شوك الضامة وعين الجنة، وكاين تاني واحد ليميسيون هكايا راهي خارجة ان شاء الله تعجبكم في لا دوزيام كانزان. صحة، واش هي الأعمال اللي تنصحينا نتبعوها في رمضان؟ بون، اللي روح بيبكي ويتحسس ويتأثر مع اللي غير يشوف الضامة، واللي راهو حاب شغل شوية فكاهة مع شوية دراما مع شوية أكشن يشوف عين الجنة، واللي راهو حاب يضحك والغموض ومنا يشوف عيلة شوك. هادي هي. تسمى نشوفو غير ليديا. قادوك نحل شان ليديا كيما قال لي موس. يعطيك الصحة ليديا، صحة فطورك وصحة رمضانك. نقول لكم صحة فطوركم، صحة رمضانكم، صحة شريبتكم، تهلاو في روحتيكم وتهلاو في لافامي تاعكم، باسكو هاد لي زوكازيون سون تري تري امبورطونت باش تعاودوا تلموا الشمل تاعكم، ما تخلوش رمضان يغلبكم بزاف. تهلاو في روحتيكم وان شاء الله اني نعاود نولي.